ورحمة الله وبركاته. فوز الزمالك على فيوتشر جاء ردا على تلك الحملة وحجم إصابة نيمار. تصريحات مصطفى شلبي الأخيرة وأفضل لاعب في المباراة معتز الشامي لشوبير هارد لك. نبتدي بفوز الزمالك على فيوتشر جاء ردا على تلك الحملة. حرص أحمد حساميدو نجم الزمالك السابق على التعليق على فوز الفريق الأبيض الليلة على فريق فيوتشر، وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا على فريق فيوتشر بهدفين للا شيء في الجولة 7 من مسابقة الدوري. فوز رفع رصيد الزمالك إلى 11 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد فيوتشر إلى 12 نقطة في المركز الرابع. ميدو من خلال تصريحات له اعتبر أن فوز الزمالك على فيوتشر كان مهم لأنه كان ردا على حملة إعلامية مؤخرا. كلنا عارفين الإعلام دلوقتي بيطبل لمين وبيخدم مين. ميدو اعتبر أن الفوز على فيوتشر أبرز رد على الحملة الأخيرة ضد معتمد جمال المدير الفني، وأن الانتصار أقوى رد على تلك الحملات. كان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات يوم الخميس اليوم عقب الفوز على فيوتشر، على أن تكون العودة للتدريبات يوم الجمعة غدا على ملعب النادي من جديد استعدادا للمباراة القادمة. المباراة سوف تكون أمام فريق سوارليني يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية. المباراة سوف تكون على ملعب برج العرب بالإسكندرية عقب تعذر إقامتها في غينيا لعدم توافق الملاعب هناك لشروط الفيفا. وكان الزمالك قد حقق الفوز في المباراة الأولى أمام أبو سليم الليبي الأحد الماضي بهدف للا شيء. نتمنى الفوز طبعا، كل الفوز لنادي الزمالك العظيم، نادي البطولات اللي بجد. نروح على الزمالك واللعيبة بتاعته. الزمالك يكشف حجم إصابة سيد نيمار، ألف سلامة يا نيمار. وتصريحات جديدة لمصطفى شلبي. كشف الدكتور محمد أسامة طبيب نادي الزمالك المحترم عن حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب سيد نيمار جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث خرج اللاعب سيد نيمار من مباراة أمام فيوتشر بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة. الدكتور محمد أسامة طبيب النادي من خلال تصريحاته أشار إلى أن نيمار تعرض إلى إصابة بكدمة في الأنف تسبب في جرح سطحي، وتابع أن اللاعب كان لديه إحساس بدوار ورأى الجهاز الفني أنه من الأفضل خروج اللاعب وعدم استكماله المباراة، مؤكدا أن حالة اللعب جيدة ولا يوجد بها أي أزمات طبية وسوف يكون جاهز للمشاركة في تدريبات الفريق بصورة طبيعية. على صعيد آخر، نفى اللاعب مصطفى شلبي جناح الزمالك ما تردد مؤخرا عن خوضه فحوصات طبية خارج نادي الزمالك ومع طبيب آخر غير طبيب الزمالك. عرفت اللعبة، بيوقعوا اللعيبة في طبيب النادي وبيشككوا في طبيب النادي، ومن مين؟ من عضو في إدارة نادي الزمالك، من أعضاء إدارة نادي الزمالك. مين هو العضو؟ العضو اللي عامل عقد مع ام بي سي، مع الأخ مهيب، الأخ مهيب اللي هو غبي منه فيه. أكد خلال تصريحاته أنه يقوم بعمل برنامج تأهيلي دمين مصطفى شلبي وعلاجي خاص بإصابته تحت إشراف طبيب نادي الزمالك فقط، ويتابع كل الإجراءات الطبية تحت إشراف طبيب الزمالك. كما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا على فريق فيوتشر بهدفين للا شيء في الجولة 7 من مسابقة الدوري. فبنقول للأخ مهيب، شوف لك حتة تانية اقعد اصطاد فيها، يا ريت تتكلم عن الاصابات اللي في النادي الاهلي اللي محدش بيتكلم عليها، يا ريت تتكلم عن الفشل اللي في النادي الاهلي اللي محدش بيتكلم عليه. وقافلين بقكم، تقدر تقول كده؟ تقدر تتكلم كلمه في حق النادي الاهلي؟ لكن هنقول ايه، انت خدام من خدامين النادي الاهلي. نروح لرابطه الانديه وافضل لاعب في مباراه الزمالك وفيوتشر.
كشفت رابطة الأندية عن أفضل لاعب في مباراة الزمالك وفيوتشر الليلة في مسابقة الدوري. رابطة الأندية اختارت اللاعب أحمد السيد زيزو أفضل لاعب في المباراة. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا على الفريق فيوتشر بهدفين في الجولة السابعة، وفوز رفع رصيد الزمالك إلى 11 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف فيوتشر إلى 12 نقطة. ده بالنسبة لأفضل لاعب في المباراة اللي هو السيد زيزو، ربنا يحميه يا رب، ومحدش يفضل يزن عليه زي ما زنوا على فتوح وغيره وغيره. احنا نتمنى ان اللاعب ده لاعب يكون منتمي بقلبه لنادي الزمالك، مش بيجري ورا عقود وورا فلوس وخلاص. لاعب بيحب جمهور نادي الزمالك، زي ما قال شيكابالا قبل كده، انا رصيدي في البنك جمهور نادي الزمالك. دي كلمه تترد على اي لاعب بيسيد نادي الزمالك ويروح للنادي المنافس لمجرد شويه فلوس بيترموا قصاد عينه. فربنا يحمي زيزو ويحمي كل اللعيبه في نادي الزمالك، اللعيبه المحترمه، ويشفيهم من اي اصابات. نروح لمعتز الشامي وتعليقه على فوز الزمالك وهارد لك للكابتن احمد شوبير، ونشوف شوربه ايه مشكلته مع نادي الزمالك بجد. علق الناقد الرياضي معتز الشامي على فوز الزمالك على فريق فيوتشر ضمن منافسات الاسبوع السابع من عمر مسابقه الدوري العام. هذا اللقاء والذي انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل لا شيء تم احرازهم في شوط المباراه الاول، سجلهم احمد سايزيزو من ركله جزاء وابراهيم نضاي. وعبر صفحته الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي اكس، كتب الناقد الرياضي معتز الشامي قائلا: مبروك لجماهير الزمالك، فوز مستحق كالعاده على فريق فيوتشر تحديدا. هارد لك للاستاذ العزيز احمد شوبير نائب رئيس نادي فيوتشر، كان ايه كان بيتمنى عدم الفوز لنادي الزمالك. هي دي الاخلاق بتاعتهم. بصوا كده لشوبير، وبصوا لمهيب عبد الهادي، وبصوا لزيف زاهر، هتلاقي سبحان الله مش مريحين ابدا، وشوشهم بتفضحهم. ما فيش رضا، ما فيش شكر على اللي هو فيه، لا دايما بينغص في نادي الزمالك، عايز يوقع نادي الزمالك. انسان كئيب فعلا، كئيب بيجيب الكآبة. اول ما الواحد بيشوف شكله كده في التلفزيون بيطفي التلفزيون، يا ما يغير يا صوته يا شكله، الاتنين مستفزين. فمحدش ابدا يجي يزايد على نادي الزمالك اللي بيكسب باللعيبة مش بالحكام، اللي بيكسب بجد. طب نروح كمان على الجانب الاخر، الاخ شوبير اتكلم كلمة على الماتش اللي تعادل فيه الاهلي، مفيش، كله خرص، كله لسانه اكلته القطة، زي ما يكون بح، مفيش ماتشات، ممنوع ممنوع الكلام على الهزيمة بتاعت الاهلي. الاهلي ما بيتهزمش، الاهلي بيكسب بس. يا اما بنشوف في خلل في الحكام، في خلل في الاتحاد، في خلل في اي حاجة، مش في اللعيبة ومش في النادي ومش في الادارة، لا ما كل حاجة بيترمخوا عليها. وخليكوا كده لغاية ما تقعوا بجد، لان اللي بيعمل كده بيقع بجد. تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم، والف الف مليون مبروك، وعقبال المباريات اللي جاية كلها كلها ان شاء الله باذن الله. وتحية كبيرة للجمهور العظيم، جمهور نادي الزمالك المحترم.